أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 620 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وتأتي هذه الانتهاكات تزامنا مع عيد العرش اليهودي، حيث كانت هناك دعوات من جمعيات الهيكل المزعوم بتكثيف الاقتحامات، وكان وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرييل من بين المقتحمين. فرض الأمر الواقع هو هدف الاحتلال الإسرائيلي بحسب الفلسطينيين من تكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، اقتحامات تزداد حدتها مع حلول كل عيد من الأعياد اليهودية. وتحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال اقتحم أكثر من 620 مستوطنا المسجد الأقصى، وعند خروجهم رقصوا وأدوا طقوسا تلمودية وعملوا على استفزاز المصلين هناك. نحن ننظر بعين الخطورة لربط الاقتحامات بالأعياد الدينية وكل مناسبة تكون عند الاحتلال يجعل القدس ويجعل المسجد الأقصى يقلبها إلى كابوس. اعتقلوا واحد هون واقف، اعتقلوا الضابط أخذها. قوات الاحتلال اعتقلت فتاة من المسجد الأقصى وضيقت على المصلين، حيث فرضت عليهم تسليم بطاقات هوياتهم قبل الدخول إلى الأقصى، في حين منعتهم من البقاء في محيط باب الرحمة أثناء الاقتحامات. ولم تخلو هذه الاقتحامات من وجود سياسيين إسرائيليين لدعم الأفعال الاستفزازية، وعلى رأسهم وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية أوري أرييل والمتطرف يهودا كليك. نحن نقول بأن المسجد الأقصى ليس مكانا للمزايدات السياسية وليس مكانا للعب النار. نحن نقول بأننا هذا المسجد بكل ساحاته ومساحته 144 درهم ما فوق الأرض وتحت الأرض والطرق المؤدية هو مسجد إسلامي لا يقبل القسمة ولا الشراكة. منذ بداية عيد العرش اقتحم أكثر من 1300 مستوطن للمسجد الأقصى، ومن المرجح أن يتضاعف هذا العدد مع استمرار العيد حتى الأسبوع المقبل. لا يبحث السياسيون الإسرائيليون عن الهدوء في المسجد الأقصى، فخلال فترة الأعياد اليهودية قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان إن حرية العبادة لليهود داخل الأقصى ستتاح قريبا، تصريحات حذرت منها الهيئات الإسلامية في المدينة واعتبرتها استهدافا للأقصى. أحمد جردة، العربي، القدس.